تعبد الإله الواحد آمين. في يوم الخميس المبارك 17 من شهر بعونة سنة 1698 للسوداء، الموافق 24 من شهر يونيو سنة 1982 للميلاد، من كنيسة الشهيد العظيم ماري جرج الزميت غمر، نقوم بمشيئة الرب بتسجيل القداس الحبشي المعروف بيوحنا ابن الرعد لجناب الآب الورع القسط طفانوس رجل صراع الكنيسة والأبناء المباركين كمامسة الكنيسة، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. والمملوك خلاص
محبة كاملة، ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة. الله من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة رافضة لمخافتي، ولا بفكر غاش مملوء من شر الدافع، غير متفقة نياتنا في الحب، بل برغبة نفوسنا وتهليل قلوبنا، إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي بمحبة ابنك الوهاب آخي، ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنا خطايانا، لأنك أنت العارف كخالق جبلاتنا، أنه ليس مولود امرأة يتزكى ما أهلا يا سيدنا بقلب طاهر ونفس مملوءة من نعماتك، أن نقف أمامك ونقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية، صفحا لزلاتنا وغفرانا لجهالات شعبك، لأنك إله رؤوف متحاب. مقدسة يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا تقدموا على الرأس، ثقوا بنادة وإلى الشرق انظروا ننصت. جئت أنا بالبيان
يرقب خريستان إن بكيوت عرسان إن بم المار الصوى جي أكي أكتوتي الروح القدس تكون مع جميعكم ومع روحك وسوف تكون إلى الأبد لا يعرف أحد بدايتك أو نهايتك أنت غير محدود ولا يقدر أحد أن يحدك ولا يقدر أحد أن يعرفك أو يراك أنت تعرف ذاتك ملكوتك غير محدود وقوتك لا تغلب وعظمتك لا نهائية ومجدك غير مختفي الكل لا يقدرون أن يروك ومع ذلك فأنت طار الكل ليست لك بداية لكنك تضع نهاية لكل شيء أنت لا نهائي لكنك تضع حدودا لكل شيء كل الأشياء منك وكل الأشياء بك
وكل الأشياء لك أنت في الكل وفي عظمتك أنت أعلى من العلويين. ومع ذلك فإنك افتقدت المتواضعين بمجيء ابنك، فاحتجابك أنت أبعد من البعيدين، برحمتك أنت تقرب إلى نفسك البعيدين. أنت في الكل وأنت خارج الكل، عظمتك مختبئة فيك وقدرتك مختبئة فيك. أنت نفسك تحجب نفسك بنفسك وتخبئ نفسك بنفسك. أخبرنا عنك ابنك الذي ولدت الذي ولد منك خرج لنا بأنفاء عنك هو مكرم مثلك. أنت الذي ولدته، أنت أخبرتنا عنه وأنت الشاهد عنه بكلمته بأنه هو ابنك بالحق وبأنك أبوه بالحق. هم يعبدونك مع ابنك وهو لديه مجد مع من ولده. ليس هنالك يوم بينك وبينه، وليست هناك ساعة بين الابن وأبيه. ليس الآب أعظم من ابنه، وليس الابن أقل من أبيه. وفكر القلب إذ يفكر عميقا لا يقدر أن يسبق ناقل المرسلات أو أن يكون أعلى من الساهرين. لا يقدر أن يعوم متخفيا أو يخرج سرا، لا يقدر أن يدخل ليراك، لا يقدر أن يحاول معرفتك أو يسعى لمعرفتك ولو معرفة جزئية ساعة واحدة أو حتى لحظة واحدة. لا يعرف أحد ما بين الابن وأبيه، لكن روحك القدوس الحي يعرف أعماق لاهوتك. لقد أعلن لنا طبيعتك وأخبرنا عن وحدانيتك. لقد علمنا وحدتك وأعاننا لمعرفة ثالوثك. لقد حدثنا عن مساواتك غير الفاسدة وعن وحدتك غير المنفصلة عن طبيعتك غير المتجزئة. الآب هو الشاهد للابن والروح القدس، والابن يكرز عن الآب والروح القدس، والروح القدس يعلم عن الآب والابن، لكي يعبد الثلاثة باسم واحد. أنت تعلن مجدك المخبوء العجيب لمن يسبحونك، وتبينه لهم برحمة نعمتك. العلاويون في درجة
والملائكة في رتبهم والسائرون في بروقهم والشاربين في قدرتهم والسيرافيم في المجد والكل بخوف ورعدة يسجدون للرب القريب كأنهم بعيدون. إذ يغطون وجوههم بالبرق لئلا تلتهمهم النار الآكلة فإنهم يغطون أرجلهم بجمر النار لئلا تحرق آلهة بالقوة أنهم يطيرون في أربعة أركان العالم وفي أقصى الأرجاء أمام من هو في كل أنحاء العالم بكلمات عظيمة منيرة عجيبة يدعون الواحد غير المنظور ليقدسوه انهم بجنودهم وبدرجاتهم وبجماعاتهم وبرتبهم يمجدونك ايها الآب ويسجدون لك ويمجدون ابنك الوحيد وروحك القدوس الحي كلهم معا يقدمون لك الشكر من أجل مجدك اجعلنا مساوين لهم لنقول معا معهم اشكرنا يا رب برحمتك ونؤمن أنك قدوس 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 يا رب الجنود الكامل وإن السماء والأرض مملوءتان من قداسة مجدك فريد أنت وعبدي أذلي أيها الآب القدوس فريد أنت وأبد أذن أيها الإبن القدوس فريد أنت وأبد أذن أيها الروح القدس ثلاثة أسماء وإله واحد
أنت قد وهبت لكل قديسيك حسب صلاحك أن يكون قديسين. أنت قد خلقت كل خليقتك بكلمتك. أنت خلقت كل الأشياء دون أن يوجهك أحد ما. أنت تحمل الكل دون أن تكيل. أنت تطعم الكل دون انقطاع. أنت تفكر في الكل دون أن تنسى أحدا. أنت تعطي الكل دون أن تنقص. أنت تروي الكل دون أن تجيف. أنت تذكر الكل دون أن تنسى أحدا. أنت تحرس الكل دون أن تنام. أنت تسمع الكل دون أن تحفل أحدا. أنت تترك الكل دون أن تأخذ شيئا. أنت الكريم دون أن يعطيك أحد شيئا. الخالق الذي لا يوجهك أحد. الملك الذي لا يقيمك أحد. الرب الذي لا يحاكمك أحد. الإله الذي لا يقرضك أحد ولا يثنيك أحد. أنت هو المعطي من خزائنك غير المحدود. واستملا كل مكان أخبرتنا عنك بالطريقة التي نقبلها. أنت أرسلت ابنك إلينا فأتى دون أن ينفصل عنك ومشى دون أن يتحرك عنك. كان معك وهو في الجسد. أنه موجود حيث أنت موجود. كان مع أبيه في السماء بينما كان مع من ولد على الأرض. نزل دون أن ينقص من فوق أو يضيف إلى أسفل. قبل به في البطن ومع ذلك لم تحده البار. لبس في البطن ومع ذلك فكان هو اللانهائي. خالق كل جسد عاش في البطن. الجالس على الشاربين ظهرا في الجسد. النار الآكلة لبست جسدا. الروح غير المنظور لبس جسدا. ولدا من المختبئ إلى المستعلى. ذاك الذي يكون الأجنة في البطن صار جنينا. لفوا بأقمطة. ذاك الملتحف بالنور. ساكنا في بيوت الفقراء كفقير كمالك. أرسلا سفراء ليأتوا إليه بهدايا من بعيد. ذاك الذي يرشد البقرة لتعرف صاحبها نام في حظيرة. نما كطفل وسجدوا له كرب الكون. مشى كإنسان ومع ذلك عملا كائلا. جاع اختيارا كابن
البشر وعطى الكثيرين من الجياع أن يشبعوا من خبز قليل حسب قدرته. عطش كإنسان يموت وحول الماء إلى خمر إذ هو القادر أن يهب حياة للجميع. نام كأبناء الجسد واستيقظ وانطار الرياح كخالق. تعب واستراح كمتواضع ومشى على الماء كمتعالي. ضربوه على الرأس كعبد وحررنا من نير الخطية كرب الكون. تحمل كل الآلام ذاك الذي شفى الأعمى ببصاقه. وأعطانا الروح القدس ارتضى أن يطفق عليهم نجسون. ذاك الذي يغفر الخطايا اتهموه كخاطئ. قاضي القضاة حاكموه. صلب على خشبان يبيد الخطية. حسب في عداد القطاع يحسبنا في عداد الأبرار. مات بإرادته ودفنا باختياره. مات ليبيد الموت. مات ليهب حياة للموتى. دفنا ليقيم المدفونين ويحفظ الأحياء ويطهر الدنسين ويبرر القطاة ويجمع معنا المشتتين ويرد القطاة إلى المجد والكرامة. المجد والكرامة والشكر لك إلى الآن. يجب أن يؤمنا بك الموت الذين قمتهم والأحياء الذين حفظتهم والنجسون الذين طهرتهم والأثم الذين بررتهم والمشتتون الذين جمعتهم والخطاة الذين أرجعتهم. نسجد لك ونمجدك يا ينبوع الحكمة وكلمة المشهورة وكنز العون ومسكن البركة ومصدر الربح ونبع النبوة ومجرى العظيم وبئر الكرامة وزينة الملكوت وتاج الكهنة الطاهر. أنت هو الملك الذي لك إكليل المجد الذي يسجدون لك. أنت أصل المجد ونور الكرامة والثوب غير المنسوج واللباس غير المخدوم والطريق إلى الأبد والباب إلى الذي ولدك والكنز الذي اكتشف واللؤلؤة التي وجدت والوزن التي تضاعفت والخميرة التي تخمر العجين والملح الذي يعطي مذاقا لمن لا مذاق له. أنت هو النور الذي يبدد الظلماء السراج الذي ينير العالم كله.
الأساس الراسخ الذي لا يتزعزع، الحصن الذي لا يمكن أن يهدم، السفينة التي لا يمكن أن تتحط، من مسكن الذي لا يمكن أن يقتحم، النير الهين والحمل الخفيف، كل هذه هي يسوع المسيح الذي هو قوة أبيه وحكماته. هو يفكر في الكل ويطعم الكل، يعطي الأعمى نورا ليراه، فاتحا المنافذ التي كانت مغلقة، يجعل الصم يسمعون والأذن الصماء تسمع، ينزع ثوب البرص من الجسم ويكسو ثوب لحم، يشدد اليد اليابسة ويجعل الرجل العرجاء تمشي، يعيد النفس إلى جسدها ويضع الروح في مسكنها، يغرق قطيع الخنازير بواسطة جمهور الشياطين، وينزع المرض من الجسم المعتل. يا شمس البر، من أجنحتك يشرق ينبوع الخير. يا شمس البر، المجد والكرامة والشكر لك إلى الآبد. أيها الجلوس كفوف، نقدم إليك قربانا طاهرا كاملا في توبة نفوسنا، لكي يتقدس جسدنا كلياتا، لا نقدم إليك ذهبا أو فضة أو حجارة كريمة في التعديات الخطية أو ثيابا تفسد أو من القطيع الذي يبيده الموت أو خروفا مذبوحا، بل نقدم إليك ذاك الذي خلص قطيع بموته وبذل حياته عنا. أما الذين أنكروا فلا يخلصون، كان ممكنا أن يخلصوا لو لم ينكروا، لكننا نقدم لناسوتك ما هو لك، نقدم لك للاهودك، نقدم لك جسدك ودمك من أجل ظهورك أمام أعمدتك، قدم لك في حضرتك من أجل كنيستك المقدسة التي بك أنقذت من الموت، ومن أجلها ضربت في دار المحاكمة لكي تحررها بذلك، ولكي يصور حولها بصليبك، وتحفظ من التجربة بصلبك إلى أن تدخل وليمة العرس في السماء. من أجل كل أنبيائك والقديسين الذين صرخوا كأبواق وخرجوا بشروقات لكل الأمم التي كانت في الظلم، من أجل كل رسلك الذين حرسوا أرض الأمم الوثنية بمحراب صليبك وغرسوا كنز كلمتك في كل أطراف العالم،
من أجل كل المنتصرين والمؤمنين والشهداء الأطهار الذين افترستهم الذئاب كفراق، من أجل جميع الأفاق والذين أكملوا خدمتهم بطهارة، الذين قبلت خدمتهم لكي تعطيهم جزاء برهم، من أجل كل القصود الذين حفظوا بالحق مأثم وعليه لكي يقبلوا ميراثكم بسرور، من أجل كل الشمامسة الذين جعلوا أجنحة أرواحهم خفيفة لكي يتشبهوا بالذين هم في الروح القدس، من أجل كل الأغنصصيين الذين خدموا حسنا وعلموا شعبك وكرزوا لهم، من أجل كل الملوك الظافرين الذين تنيحوا في الإيمان، من أجل الشبان والعبارة الذين صاروا أعداء في أعداء هذا العالم الفاسد وأحب وليمة العرس التي في السماء، ومن أجل كل القديسين الذين سلموا أنفسهم لك وأكملوا جهادهم ودخلوا حاملين أسماء حسنة ليطلبوا جزاء فوق كلمتك العظيمة، من أجل كل أبانا وأخوتنا الذين ارتحلوا من هذا العالم لكي تضع ذكراهم أمامك، ومن أجل كل الذين أولدوا معمودية كنيستك العظيمة كي تكون أنت لذتهم في جهادهم وتجعلهم مستحقين إكليلهم، ومن أجل كل الذين قتلوا بالحراب والذين أسروا، من أجل الفقراء والمساكين، ومن أجل الأرملة واليتيم، ومن أجل أنا عبدك الذليل الذي دعوت بنعمتك وأنا غير مستحق، لقد عظمتني ورفعتني وأنا غير مستحق، لقد قربتني إليك برحمتك لكي أقف أمام مذبحك يا رب، لكي تغفر لنفسي ولكل شعبك، ومن أجل اجتماعنا هذا لكي يتبارك بكثرة نعمتك، لكي يتقوى الضعيف ويتبرر الأثيم ويتطهر التائب ويحفظ البار ويخلص المتعب ويستريح المضطهد ويهدئ المضطرب ويفرح الحزين وينقذ البائس ويحيى المريض ويرجع الآثم ويوجد الضالون ويقرب البعيد ويحفظ القريب، ومن أجل كل الذين يرغبون أن يكون ذكرهم أمامك أنك تعرف الجميع وتزكي الجميع، ومن أجل ثمار المحصول سنويا لكي يتبارك برحمته. لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه
تغول الموت عن حياة العالم. آمين. على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس، الصباويتين المحياتين. نؤمن أن هذا هو بالحق نحو السماء إليك ضابع سيف لا حد وشاكرا. وأعطاه لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة خطايا. هذا اصنعوا لذكري. Oh.
ماذا جاء من عصير الكرمة والماء والشكر؟ Oh,
نصنع ذكرى آلامه المقدسات وقيامة من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآب وظهور الشاملات من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال القضاء لله بخوف ورعدا Yeah.
أثنى الباب الأنباش نود الثالث بابا وبطيرت ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشريكة في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنباء في لبوس وسائر ساقفتنا الأرثوذكسية. والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بما على كنيستك المقدسة يرون خطيئك بسلام اشكر يا رب القمام صار قصوص الأرثوذكسين والشمامسة. الله من أجل القمامسة القصوص والشمامسة والإبذياكونيين وسبع طعمات كنيسة كل القدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اشكر يا رب أن ترحمنا كلنا ما اذكر يا ربي خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع كل ديار تبائنا الأرثوذكسية. تفضل يا ربي مياه النهر في هذه السنة باركها الضبوع عن صعود مياه النهر في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلهنا ويسعدك مقدار ويفرح وجلار ويعودنا نحن البشر ويعطي النجاة للبائم
ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم في صيدك وغدارها فرح وجه الارض لروح ارسها لتكسر اسمارها اعدها للضرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك اكليل السنه بصلاحي من اجل فقراء شعبك من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف من اجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لان اعين الكل تتركك لانك انت الذي تعطيهم طعامهم في حين حزن اصنع معنا خزم صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي يكون لنا الكفاف كل حين في كل شيء نزاد كل عمل صالح يا رب ارحم اشكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم يعطيهم كلهم الأجر السماء المقدسة الكريمة ضحيانا والذين
نيم ابن عمان بين نسميه ايه طبقك والحين ماتي انه ذي صواب اسمه الطيم برسينوس انسيوني ذي دي صوت كوسي زواب دي يا ماري دي قصي في النوتي بلوس تنومي اسمي جنبي عبيوس يوانس بندري موسم بانتستيسو عمارتيروس من بعاق يوسف طفان وفي عرشين تأكلوا سوام مبروت ومرتيروس من في سعور موسم يبعنق نستيس ماركوس في عبسطولوس سور شيت سوام سبيروس من بنطاقي وسكوروس من بعديوس صانوس بيعبوس طوليكوس من بعديوس بيتروس يارو مرتيروس بعرش من بعديوس يوانس بيخرسوس طاووس من بعديوس ديوروسيوس من بعديوس ثاوثيلوس من بعديوس ديمتريوس من بعديوس كيريلوس من بعديوس باسيليوس من بعديوس ريغوريوس بيسانوغوس من بعديوس ريغوريوس بيصماكروس من بعديوس ريغوريوس شامتش في طفصاتي خنكيها لم في شتي بنت قسطنطين وبوليس لم في اصنف شنتي افسوس لم في نيوتن ديك عوز في نشتي عف انطونيوس لم في اسمي عف افابي لم في شمتي سوى بابا مكان شيرو تيرو إن الثورو فوروس نم بنيو طوى يعنز بغمينوس نم بنيو طوى بشوي باسمي برومين تيريوس بي من ريت انت بنت تير آغاسوس نم بنيو طوى بغلي برفت امون ميزيكا لمنا شويس نيوتن سواب روميوس ماكسيموس نمدوماديوس نمهمي فسيت مارتيروس نيخلوين تشهيد لم في بوري سواب عبا موسى لم يؤنس كاما بإبرز ديروس لم بنيوطا وطانيل بغمينوس لم بنيوطا وايس زورس ببرزبيتيروس لم بنيوطا وابا قنفات وكونونيا لم سعودوروس بفماسيتيس لم بنيوطا وشنودا بعرش مالي ديريتيس لم عبا فيصا بفماسيتيس لم Oh, 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 oh
أولئك يا رب الذين خفت نفوسهم نيقهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الآبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك انعم لنا بسلامك إلى التمام Yeah.
إن جبيبا تكرى طور امشوا يسبى النوتين. آمين آمين أبراج أباك تسبحه الملائكة بأصوات البركة ويقر ويسجد له رؤساء الملائكة. يقولون تسبحة الثلاث التقديسات الأربع والعشرون قسيسا جلوس على كرسيهم وأربعة وعشرون إكليل ذهب على رؤوسهم وأربعة وعشرون جامة من ذهب في أيديهم مملوءة بخورا الذي هو صلوات القديسين ويسجدون أمام الحي إلى أبد الآبدين. يسبحون الرب قائلين قدوس 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 أمين هللويا. ونسبح القائلين قدوس الله الآب ضابط كل أمين هللويا
قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا امين. هللويا. قدوس الروح القدس الباراقليط امين. هللويا. قديسة مريم العذراء امين. هللويا. مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله امين. هللويا. إن جسدي هو ماكل حق ودمي هو مشرب حق. من يكون جسدي ويشرب دمي يكون فيا وأنا أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا أن تطهر أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طائر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مغذي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نجرؤ بدل بغير خوف. أم نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول يا بنا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خذنا الذي الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تقدمنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس. Ah, 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 ah.
صديقنا الصوني والحامد رجب لكم اليوم شويه غزه ريكوز موني موهب دار ومريمك ما يمتكيني ويصفي بك لا صديق الله منك يا ليسون يا ليسون كيري أبلغ سلامي صار صار سمع يكون يبقى أمين بيت رسطوس بنوتي أمين أنت جابي أنت تهري من أنت كريمي سمن أنت كريمي كان النوبي لن يكون صعب دي قومنا بأونا بصونا بياما شعنا من الله مجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا رب الذي استوى قصد بيكم ياتي ملكوته تكن مشيئته كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي وعد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمدينة صرفنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين امضوا بسلام وسلام الرب يكون مع جميعكم.